السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفرت لكم مجموعة جميلة جدا جدا من الجبريات والأورجانزا بأشكال شيك قوي وأشكال جديدة، حبيت أوريها لكم كده على الطبيعة، لأن في ناس كتير قالوا لي اعملي فيديوهات عشان نشوف الشغل على الطبيعة أفضل من إني بنزله بالصور. أنا كنت من فترة كبيرة ما نزلتش فيديوهات بصوتي، كنت بنزل الصور بس، طلب مني إن أنا اعمل فيديوهات عشان اوريكم الشغل على الطبيعة. فانا وفرت مجموعة حلوة كده هوريها لكم في الفيديو ده، هحاول ما اطولش عليكم الفيديو، واحاول بعد كده اعمل لكم فيديوهات صغيرة باي جبيرات او مستلزمات عموما، يعني هعمل لكم فيديوهات صغيرة كده على اساس اللي معاهم باقة وكده ما نطولش عليهم الفيديو. تعالوا بقى هنبدأ نشوف شكل على الطبيعة. انا قلت اوري لكم الشكل عموما كده، وبعدين هوريكم شكل على الطبيعة واقول لكم الاسعار بتاعتهم ان شاء الله. هنبدأ الفيديو زي ما احنا متعودين، في الاول كده هنصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب اول حاجة هنشوفها الاورجانزا دي، اللي هي طبقتين اهي، انا بحطها لكم على ايدي كده، هبعد ايدي كده شوية اهي. عرضها تقريبا حوالي 15 سنتي، في منها متوفر كذا لون. دي طبعا اللي هي طبقتين مش طبقة واحدة، في منها طبقة واحدة وفي شغل شعبي. انا هوريكم دلوقتي الشغل اللي هو طبقة واحدة اللي هو الشعبي، بيبقى اقل شوية بس في شكل تاني، شكل الريشة. الشكل ده كده ب120 الطوب، في منه اشكال كتير هوريها لكم دلوقتي، بس طبعا لحبايبي انا عاملة عرض لفترة محدودة لحد نفاذ الكمية ب110. الطوب بيبقى 4 متر 70 سنتي، يعني حوالي 5 متر الا ربع. تمام، في متوفر منه البمبة، متوفر منه البيج او الذهبي شكله حلو جدا، متوفر منه كمان الموف برضو حلو جدا، متوفر منه السيمون. الاربع الوان دول، ادي بمبة وذهبي وموف وروز. تمام، ده اللي متوفر من الشكل ده. بنيجي بقى على الشكل ده اهو، حضرتك برضو بتطلبوه مني كتير. برضو التوب برضو 4 متر 70، يعني كل الاتواب اللي هوريها لكم دلوقتي كده 4 متر 70. التوب 4 متر 70 اللي هو طبقتين اللي هي الخامة التقيلة. في كمان الشكل ده، الشكل ده شيك قوي، هبقى انزل لكم على الجروب الطقم اللي معمول بيه شكل الاورجانزا دي. في كمان الشكل ده اتطلب مني كتير وما كانش موجود، الحمد لله اتوفر اهو. كل الحاجات دي كده، وفي كمان اللي هي الترند الشكل الريشة، الترند الجميل ده برضو، ده طبقتين برضو، هو 120 والحبايب كده الفترة محدودة ب110 اهو. في البيج او الذهبي، وفي الابيض متوفر الابيض، ده طبقتين، في منه الشعبي طبقة واحدة اهو. التوب 6 متر مش 4 متر 70، التوب 6 متر بس ده طبقة واحدة ب110 برضو الحبايبي لفترة محدودة كده ب100 بس، 6 متر، يبقى 6 متر ب100 من ده. لكن باقي الأشكال، في كمان الشكل الجميل ده برضو بتطلبوه مني كتير، في منه ده. الشكل ده على فكرة هي الصورة ظلمة، هو ذهبي كده، في خطوط ذهبي كده، شكله في منتهى الشياكة، في اللون ده وفي الموف وفي البامبا. تمام، يبقى احنا عملنا مجموعة كبيرة من اللي هو 4 متر 70، اشكال كتير كده زي ما حضراتكم شايفين. التوب 4 متر 70 وهو ب110 بدل 120. الريشة ده اللي هو 6 متر اللي هو طبقة واحدة، في منه برضو 3 الوان، بيج وبامبا وابيض، 6 متر ب100 جنيه بدل 110. في بقى الجبيرة الدوائر اللي حضراتكم كلكم بتحبوها جدا وبتطلب كتير قوي، اللي هي 4 صفوف اهي، 4 صفوف، في منها السكري النقشة دي، وفي منها الابيض النقشة دي، 4 صفوف. التوب 20 متر بيبقى ب260 جنيه، متاح منها نص توب 10 متر وربع توب 5 متر، بس طبعا احنا بناخد التوب كامل ب260. كل ما بناخد نص توب بيبقى اغلى شويه، بناخد ربع توب بيبقى اغلى شويه. انا بكتب لكم على الصور لما هنزلها، بكتب لكم على الصور كل الاسعار، وعشان برضو تفتكروا معايا الاسعار بعد ما هنزل الفيديو ده ان شاء الله.
هنزل لكم برضو فيديو فيه صور بقى بالاسعار كلها بالاشكال عشان اللي حابه تختار منها. في كمان الشكل ده كده اللي بيتعمل بيه المفرش الجاكار ده، الشكل التقيل، شكل تقيل جميل جدا اهو. الطوب منه حوالي 6 متر اهو، الشكل ده كده اللي هو اسمه تاج اهو، تقيل جدا على فكرة، مش زي الشعبي اللي موجود في السوق. تمام، ده ب200 جنيه. برضو انا هعمل عليه عرض كده، هو اخر لفتين عندي، هعمل عليه عرض يبقى 180 بدل 200. الشكل التاج ده. في كمان الركامة دي، لا مش ركامة، يا ربي انا مخي في الركامة عشان انا لسه هقولها. الكبيرة دي هي تقريبا التوب ده ب150. انا برضو هقول لكم الاسعار الاكيدة على الصور ان شاء الله، وهنزل لكم جروب الواتس. بس حبايبي اللي بتدخل جروب الواتس، الناس اللي عارفين كده، اللي بتدخل جروب الواتس بتلاقيه فاضي، لما بنزل الشغل بينزل الشغل عليه. يعني في ناس بتدخل ما تلاقيش شغل تروح خارجة تاني، لا انت بتدخلي تلاقي الجروب فاضي، ولما بنزل الشغل بيظهر عند حضرتك. تمام، في جبيرة تانية برضو تقريبا دي ب140، شكلها حلو قوي، شيك قوي برضو. في الجبيرة دي انا هنزل لكم بقى الاسعار كلها، لان بصراحة في اسعار كتير انا مش متذكراها. في الجبيرة العريضة دي شكلها حلو قوي، كان في منها ابيض خلص، دي اخر توب من الجبيرة دي، لونه بيج او مدي سمون شوية، لا يعني هي بيج، تمشي بيج. كمان في الركامة دي الشكل ده، اهي الشكل ده كده، اهي هي مش باينة في كيس، انا مش عايزة افتحها عشان ما تتبهدلش. التوب بيبقى ب70، في 13.5 متر. في كمان الأورجانزا دي، الشكل السنبولة ده أبيض في بيج، في أبيض سادة، وفي نبيتي أبيض في نبيتي. الكبيرة دي حوالي 18 متر ب150 جنيه، برضو الحبايب عرض عليها 140 بدل 150. في كمان الأورجانزا دي، بس دي متهيألي مش توب كامل، التوب جه ناقص، فانا هشوف التوب قد ايه بالظبط هقول لكم، وهكتب لكم على سعر ان شاء الله في الجروب او في جروب التليجرام. انا هحط لكم في صندوق الوصف ان شاء الله الاسعار بالصور على التليجرام وعلى جروب الواتس، هتدخلوا على صندوق الوصف هتلاقوا اللينكات بتاعت الجروبات. كمان في الجبيرة دي شكلها حلو قوي، شيك جدا. والجبيرة دي ودي، دي اشكال الجبيرات اللي هي عرض صباعين مثلا، دي ب100 برضو، هيبقى عليها خصم 90 لحد ما الكمية تخلص. في طوب واحد من الفل اسمر ب55 بالسعر القديم، لما هنزل ان شاء الله الفل هيبقى بالاسعار الجديدة. كمان في اسمر اهو، بس الاسمر ده هنخليه مع الجبريات الرفيعة اللي انا هفرجكم عليها دلوقتي. في بقى مجموعة حلوة جدا من الجبريات الرفيعة، هيبقى كلها سعرها 65، بس برضو عرض الفترة محدودة عشان احنا بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات. عرض ب60 جنيه بدل 65، حوالي 18 متر. هوريكم الاشكال. في اول حاجة الاسمر ده شكله حلو جدا، في كمان الشكل ده. طبعا الحاجات اللي بتتباع في المسك يا جماعة بتبقى 13.5 متر، الحاجات اللي بقول لكم عليها دي كلها حوالي 18 متر. في الشكل ده برضو بيتطلب مني كتير قوي، كل ما يخلص بجيبه تاني. الشكل ده في منه البيج ده، وفي منه الابيض، شكل حلو جدا، وخامة حلوة تقيلة جميلة، وشكل حلو جدا. في الشكل ده كمان، الشكل ده اهو حلو جدا. وفي اللوب برضو، اللوب من الحاجات اللي بتطلب كتير جدا. وفي شكل قلوب تاني نزل برضو جديد معانا، شكل حلو جدا، هو عاجبني انا بصراحة يعني.
اهو حلو جدا، ودي الشكل ده. اشكال كتير جدا اتوفرت معانا كلها احلى من بعضيها، اهو في الشكل ده وفي كمان الشكل ده وفي الشكل ده. كل الاشكال دي هوريها لكم اهو الشكل ده. دي كل دي اشكال من الجبريات الرفيعه، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شكل اتوفروا من الجبريات الرفيعه. كمان في الاورجانزا دي، ده اخر لفه معايا الاورجانزا دي كده، اللفه ب70 جنيه، بس دي تقريبا ناقصه شويه، انا هقيسها واشوف، واللي هلاقيه ناقص فيها هحسبه واشوف بكام، لو طلعت كامله يبقى تمام اوكي. كده انا فرجتكم على شويه الحاجات، برضو هعمل لكم فيديوهات صغيره كده بقيه المستلزمات الموجوده عندنا، وهحط لكم كل الحاجات دي، هصورها لكم واعملها لكم صور عليها الاسعار عشان تفتكروا الاسعار. بتمنى تكونوا استفدتم الفيديو، وبتمنى لكم جميعا التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.